تعدي لكن الكرة ما تعدي، مش على السايد يعود بالكرة إلى حارس العميد، الحارس مبروك سايد. آخر فوز إماراتي على نادي سعودي في البطولات الآسيوية كان في العام الماضي، مباراة العين والشباب السعودي في ملعب العين بهدفي ساند وأيمرسون وهدف السعران للشباب. كان آخر فوز في المشاركات الآسيوية الماضية، أغلب النتائج بعد ذلك سلبية خسائر. بالتأكيد فريق الاتحاد يملك في سجله، يملك في تاريخه انتصارات سابقة، انتصارين على الوحدة 2-0 و4-0، انتصار على العين بال 4-2، بالتأكيد في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا. الكرة تصل إلى مبروك، مبروك يؤخر اللعب، مبروك لا يلعب الكرة، مبروك نشاهد الآن تراجع لاعبي الوحدة، مبروك يحاول استدراج لاعبي فريق الوحدة، اللعب يتوقف، الجماهير تشاهد. شنو تسويه مبروك؟ مش اللعب، خلينا نشوف كورة. الآن إسماعيل مطر يضطر إلى أن يضغط على مبروك زايد لكي تمشي المباراة، لسه المباراة بدري يا مبروك، ولكن كما ذكرت الوحدة يلعب بضغوط أكبر. شفتوني أوليفيرا يشاهد هيكرزبرجر، الآن مبروك زايد يلتقط الكرة بيده.